بعد مقتل 5 خبراء أجانب وخبير يمني ذهبوا ضحايا للألغام. كيف يمكن الحد من مخاطر الألغام الحوثية على امتداد الجغرافيا اليمنية؟ ولماذا يتجاهل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية جرائم الميليشيا التي فخخت حياة الناس بالألغام والعبوات الناسفة؟ أهلا بكم. تخبئ الميليشيا الحوثية الموتى لليمنيين بين الحقول وعلى جنوبات الطرقات وفي الصحارى والمباني المهجورة وحتى وسط لعب الأطفال بأشكال مختلفة وأحجام متعددة. في تحد واضح وانتهاك صريح لمعاهدة حظر الألغام لعام 1997 واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية ذات العلاقة. قبل أيام قتل 5 أجانب خبراء في مجال نزع الألغام بانفجار لغم وقع في مخزن للألغام بمدينة مأرب كانوا يتبعون مركز مسام لنزع الألغام. وقبلهم قتل بانفجار لغم خبير نزع الألغام العقيد مهندس طاهر حميد رئيس شعبة الهندسة العسكرية بمحور تعز. إذن حتى خبراء نزع الألغام يذهبون ضحيتها في اليمن، هذا فضلا عن الآلاف المدنيين الذين تحصد الميليشيا أرواحهم أو أطرافهم. الألغام فاتورة الحرب المفتوحة ولعنتها التي تمتد إلى أجيال أخرى. تعتمد ميليشيا الحوثي في حربها مع قوات السعادة الشرعية على زرع كميات هائلة من الألغام لمنع التقدم نحو مناطق سيطرتها. تزرع الميليشيا الألغام بطريقة عشوائية وبلا خرائط، وهو ما يصعب عملية نزعها قبل الانفجار بالمدنيين. الآلاف من الألغام والعبوات الناسفة والمموهة المصنوعة يدوياً تزرعها ميليشيا الحوثي في الطرقات والحقول والصحاري والمباني المهجورة، والمدنيون ضحيتها الأكثر، قتلى وجرحى وأطراف مبتورة وتشوهات ملازمة مدى الحياة. منظمة أطباء بلا حدود في آخر تقرير لها حثت السلطات والمنظمات المتخصصة على تعزيز عمليات نزع الألغام لخفض عدد الضحايا في المناطق المدنية. مشروع مسام المتخصص في نزع الألغام أعلن أن فرقه الهندسية نزعت خلال الأسبوع الثالث من يناير الجاري 2106 ألغام وقذائف غير منفجرة و5698 خلال يناير الجاري، ووصل مجموع ما تم نزعه منذ انطلاق المشروع في يونيو الماضي حتى 18 من يناير الجاري 37333 تنوعت بين ألغام وعبوات ناسفة وذخائر غير منفجرة. يواصل خبراء نزع الألغام أعمالهم في ظروف صعبة بلا خرائط، ما يعرض حياتهم للخطر، يسقطون ضحايا في سبيل تأمين حياة المدنيين. قبل أيام قتل 5 خبراء أجانب من مركز مسام بانفجار ألغام في مقر المركز بمأرب، وسبق أن قتل أيضا خبير نزع الألغام العقيد مهندس طاهر حميد رئيس شعبة الهندسة العسكرية في محور تعز، وقع ضحية لغم بعد أن بح صوته على منصة المساء اليمني وهو يطالب الشرعية والمنظمات والتحالف بضرورة الدعم بأجهزة نزع الألغام ودعم برامج توعية المدنيين منها. نقوم بالتفتيش عليها في المناطق المحررة بواسطة الأجهزة المتيسرة معنا، ونقدر أن نستخرج منها، ولم نستطع نقول نحن ننظفها ونطهر المنطقة حتى نعلن أن المنطقة مطهرة نهائيا، لأنه الألغام هي كثيرة جداً ومختلفة الأشكال والأنواع، ولهذا إحنا نحتاج إلى بعض الأجهزة ونحتاج إلى كوادر كثيرة حتى إننا نستطيع أن ننشرها في كل المناطق المتأخمة بالألغام. لا يتوقف خطر الألغام الحوثية على المدنيين فحسب، بل يمتد إلى استهداف الملاحة البحرية والمصالح الدولية عبر زرع الميليشيا للألغام البحرية في البحر الأحمر التي تستهدف السفن وقوارب الصيد. تواصل ميليشيا الحوثي بألغامها تجريف حاضر ومستقبل اليمن ومصالحه الاستراتيجية، انتهاك وجرائم بحق المدنيين وتجاوز صارخ لمعاهدة حظر الألغام لعام 1997 التي يعد اليمن طرفا فيها. إذا مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة ستكون معنا الأستاذة هنا صالح الناشطة الحقوقية هنا في الاستوديو، وسينضم معها آخرنا عبر الهاتف. بداية مساء الخير أستاذة هنا. مساء النور، أهلا بك. إذا تقرير لمنظمة مسام المتخصصة بنزع الألغام يعلن عن نزع 5698 لغم منذ بداية هذا الشهر يناير، يعني في أقل لم يكتمل شهر كامل تم نزع هذه الكمية من الألغام. كيف تتابعين هذه الكارثة في اليمن؟
أولا يجب أن نوصف حالة الألغام في اليمن، لأنه هي حالة أشبه إن لم تكن حقيقة هي حرب إبادة جماعية ضد الشعب اليمني، استخدمت بوتيرة أعلى في السنوات الأخيرة بعد انقلاب الحوثيين، وقبلها منذ 11 فبراير عندما بدأ فعلا قوات الحرس الجمهوري بزراعة أكثر من 8000 لغم في منطقة بني جرموز حسب تقارير هيومان رايتس ووتش. فإذا ما رجعنا إلى الوراء قليلا، أثناء الحروب الوسطى كان هناك تقارير محلية تفيد بوجود ملايين الألغام، ومعروف قصة تبرع معمر القذافي بملايين الألغام أثناء الحروب حروب المناطق الوسطى دعما لطرف من الصراع. يعرف الجميع في اليمن بأن مخازن السلاح كانت مليئة بهذه الألغام، وكانت أعدادها طبعا كانت تتراوح ما بين 10 ملايين إلى 13 مليون، هناك يعني لكنها كلها كانت كل التقارير تفيد بوجود ملايين. قيل في ذلك الوقت بأن 13 مليون لأن كانت عدد السكان في السبعينيات لليمن هو 13 مليون. عموما الآن مع صناعة الصناعات المحلية للألغام وصلت فعلا إلى أرقام مهولة، لكنها للأسف لم توثق لأن هذه الألغام ليست لها خرائط، فتأكيد وجود هذه الألغام صعب عمليا، وهنا الكارثة. نعم، حين يتم فعلا نزع زرع الألغام دون خرائط محددة فيعني أنه لا أحد يعلم أين تم زراعتها أو تحديد أماكنها. إذا يعني كما تابعنا في الأخبار، 5 خبراء أجانب سقطوا ضحية الألغام قبل يومين في مأرب تابعين لمركز مسام السعودي المتخصص في نزع الألغام. السؤال أستاذ هنا، كيف يسقط ضحية ذلك خبراء الألغام أنفسهم؟ يعني ما هي ما المدى الإجرامي الذي يمكن أن يوصف مثل هذه الحالة؟ نعم، في الحقيقة أنه نزع الألغام هو عملية مكلفة جدا ماديا وأيضا بشريا. عملية نزع الألغام ليست سهلة على الإطلاق، يعني أن يذهب فيها الضحايا هم خبراء ليست بعيدة يعني التصور، يعني هي ممكنة يعني. لكن دعيني أتذكر أن عندما وقعت اليمن في معاهدة حظر الألغام في 1998، المجتمع الدولي والأمم المتحدة قامت بالتبرع لليمن بكثير من المواد والإمكانات وأيضا الأموال لكي تساعد اليمن على نزع الألغام، بحكم أن اليمن تمتلك الملايين من الألغام مثل ما ذكرت. الذي حصل أنه كثير من هذه المساعدات تم بيعها، كثير من هذه لم يتم نزع الألغام، ما تم نزع من الألغام يكاد لا يذكر، يعني لكي يفيدوا ببعض التقارير لحفظ ماء الوجه، ولكن كثير من هذه التبرعات تم بيعها. أيضا كان يعطى لكل نازع ألغام في ذلك الوقت 600 دولار مثلا، لأنه يعرف تماما أن هذه المهنة مكلفة جدا قد تكلفه حياته يعني. بينما كانت السلطات تمنح نازع الألغام 20,000 ريال يمني أو 15,000 ريال يمني، وهم يعرفون تماما الذي يذهب في هذه المهمة يعرف تماما أن حياته مهددة بالخطر. السعودية ليست بعيدة عن هذا الموضوع في حكاية أنه قد يكون فعلا أرسلت خبراء ليسوا بذلك القدر من التجهيز، ومع ذلك هناك نسبة خطورة أيضا تطال هؤلاء الخبراء يعني. قبلهم بأسبوعين تقريبا سقط العميد طاهر حميد شهيدا، وهو نائب رئيس شعبة الهندسية بمحور تعز، كان دائما ضيفا على المساء اليمني، وكان يعني بوح صوته للأمانة وهو يتحدث عن حاجتهم لكاسحة ألغام للكشف عن هؤلاء الألغام، حاجتهم للتدريب، حاجتهم للدعم الحقيقي لنزع الكميات المهولة التي تواجههم في المناطق التي ينسحب منها الحوثيين. طبعا قبل ذلك منظمات عديدة تحدثت عن هذه الكارثة. الغريب أنه يعني آلاف الضحايا، آلاف المعاقين، وآلاف الخطر ما زال يعني من الأخطار ما زالت باقية حتى الآن، ولكن لا نجد حراك دولي حقيقي تجاه ما يحدث. لماذا برأيك؟ رغم أن يعني حسب ما أتذكر أنها تعد من الجرائم العليا مسألة زراعة الألغام الفردية أو التي تستهدف الإنسان. نعم،
كلامك صحيح آسيا، والدليل أنه هناك كثير من المنظمات الدولية، منها The International Campaign for the Landmines اللي هو الحملة الدولية لمناهضة الألغام، وهي من أشهر الحملات، بالإضافة إلى Human Rights Watch، وكثير من التقارير تثبت بأنه من عام 2015 تم زراعة ألغام بمئات الآلاف في مناطق متعددة في اليمن، وخاصة في المناطق اللي انسحب منها ميليشيات الحوثي. لم يتم التطرق إليها بشكل واضح وكبير بقدر الذي كان يتم تسليط الضوء على مثلا ضربات التحالف التي أيضا ارتكبت جرائم حرب أيضا، لكن لم يحظى هذا الملف بالدعم والاهتمام الدولي، لأنه مثل ما تعرفي أنه يتم توظيف سياسي لكل جريمة، يعني أي جريمة تحدث أو جرائم حتى وإن كانت جرائم حرب لا يستفيدوا منها سياسيا، لا يتم تسليط الضوء عليها. بينما انه مثلا على سبيل المثال اثبت على ذلك بانه في مشاورات السلام دائما مثلا يتحدثوا عن اول ملف انه هو تبادل الاسرى، فتح الموانئ، بينما لا يتكلموا عن ملايين الالغام التي تهدد الناس، وغير ذلك حتى لا يستطيعوا ايضا استخدام هذه الاراضي لا في المعيشه ولا في الزراعه. يعني 70% من الشعب اليمني هو شعب قروي يعيش على الزراعه وفي القرى، يعني بينما الان لا يستطيعوا ان يعيشوا. يعني فهذه الالغام تهدد الناس على مدى المستقبل يعني البعيد، يعني 50 سنه قد يكون هذا على اقل تقدير في حال لم يتم رفع او نزع هذه الالغام. الأسوأ والسيناريو الأسوأ انه هو ايضا حتى لو تم الآن قرار دولي بنزع الألغام في اليمن، هناك صعوبة بالغة لأنه هناك كثير من الألغام بدون خرائط تم صناعتها محليا وتم زراعتها بطريقة جنونية لا مبالية فعلا، لا يعني فيها كثير من الحقد لأنه يعرف صحيح. تماما بأنه يعني نعم، حين أفكر يعني قد يتم تتم مواجهات معينة ويتم قتل طرف لآخر، ولكن مسألة زراعة لغم يعني في الأرض، ما الذي تريده بالضبط وأنت تزرع هذا اللغم الذي قد يواجه طفل، يواجه امرأة، يواجه مسن، يواجه ليس محارب في نهاية الأمر في صحيح. ساحة الميدان. اسمحي لنا إذن أن تنضم معنا الأستاذة هدى صراري، رئيسة مؤسسة الدفاع للحقوق والحريات من عدن. مساء الخير أستاذة هدى. مساء النور واهلا وسهلا فيكم في هذا البرنامج. اهلا بك استاذه هدى. كيف تتابعين بدايه استمرار سقوط ضحايا للالغام؟ كان اخرهم 5 خبراء اجانب ومحليين ايضا ذهبوا ضحيه الالغام. للاسف من الطبيعي ان تتفرد جماعه الحوثيين بهذه وتتميز بكميه وحجم القتل وبشاعته، ومن ضمنها زراعه الالغام في المناطق التي تسيطر عليها وهي الانسحاب من تلك المناطق. مؤخرا تم ربط حوالي 906 منزلا وممتلكا خاصا ومنشآت تم تهجيرها منذ سبتمبر 2014 حتى يونيو 2018. سقط خلال هذه الفترة الزمنية حوالي 1034 ضحية نتيجة إصابة بالألغام، وفقدوا أطرافهم من الأطفال والنساء والبالغين أيضا. كذلك أيضا يعني طهرت منظمات أطباء بلا حدود والعديد من المنظمات المسمى بهذه الانتهاك حوالي 13,000 لغم أرضي من المناطق 19 محافظة في اليمن. كذلك أيضا تم رد العديد من الضحايا وسقوط المدنيين خلال فترة الحرب في اليمن أثر انتهاك زراعة الألغام الفردية. للأسف هناك العديد والعديد بل والمئات من الضحايا التي تسقط يوميا في مناطق تحت سيطرة الحوثيين وعند انسحابهم من المناطق التي كانوا يسيطروا عليها، لكن للأسف هناك تخاذل كبير جدا من قبل المنظمات الدولية التي تشهد مثل هذا الانتهاك، بل وتعتبر جماعة الحوثيين من ضمن الجماعات التي ترتكب العديد من الانتهاكات في اليمن، ولكنها تظل صامتة أزاء العديد من الانتهاكات التي ترتكبها. مؤخرا أيضا علقت كلير هادون رئيسة شركة أطباء بلا حدود في اليمن عن زراعة الألغام التي تقوم بها جماعة الحوثيين في منطقة موجع فقط في فعل،
وللعلم ايضا وللمشاهدين الكرام ان مدينه سعيد هي تحتل نصيب الاسد في زراعه الالغام وتسقط فيها المئات من الضحايا. علقت ان يعاقب الناس الذين يعيشون هناك عقوبة مضاعفه، فالالغام لا تنتحر في اطفالهم فحسب، انما تحرمهم من زراعه حقولهم فقدوا مصدر دخلهم وكذلك قوت اثرهم. للاسف نحن ايضا في منظمات المجتمع المدني العامله في اليمن رصدت العديد من الضحايا التي سقطوا بزراعه الالغام، ولكن هناك مثل ما قلت انه تخاذل المنظمات الدوليه واموميه ايضا ازاء الانتهاك التي تقوم به جماعه الحوثيين في اليمن. نعم، إذا برأيك لما لا تتدخل برامج دولية لنزع الألغام من اليمن وتطهيرها بشكل كامل؟ عفوا لم أسمع السؤال. سألتك أستاذة هدى، يعني برأيك لما لا تتدخل برامج دولية لمحاولة نزع هذه الألغام الممتدة في كثير من المناطق ومحاولة تطهير هذه الأماكن التي تم زراعة الألغام فيها؟ عزيزتي هناك تدخل لبعض المنظمات الدولية ولكنه تدخل ليس كافيا، فينبغي أيضا لتلافي خطر الألغام في المناطق التي زرعت فيها اتخاذ تدابير حقيقية وملموسة على سطح الأرض. فمثلا عمل سياج على المناطق التي تشهد خطر الألغام أو وضع علامات واضحة للعيان مميزة أيضا لصد المدنيين. كذلك على الحكومة اليمنية أن تطلب المساعدة التقنية والفنية من خبراء دوليين في زراعة الألغام، وأيضا تطلب المساعدة الدولية للحد من زراعة الألغام أو حتى مساعدة السكان المدنيين والمناطق التي زرعت بها أعداد كبيرة من هذه الألغام. مثل ما قلت لك هناك ضعف في الحكومة اليمنية في اتخاذ بعض التدابير أزاء زراعة الألغام وتلافي خطرها ضد المدنيين والسكان والمناطق المأهولة بالسكان. كذلك أيضا هناك تخاذل من قبل المنظمات الدولية في أيضا مساعدة الحكومة اليمنية وفي أيضا مساعدة المدنيين والسكان في المناطق التي تشهد خطر في الألغام. نعم، إذا شكرا جزيلا لك يا هدى السراري رئيسة مؤسسة الدفاع للحقوق والحريات، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. عودة إليك يا أستاذة هنا، وتعقيبا على حديث الأستاذة هدى في مسألة أن الحكومة ضعيفة في اتخاذ الكثير من التدابير التي يمكن أن تحد من هذه الإشكالية، يعني كان يمكن أن تطلب المساعدة الفنية من برامج دولية عديدة ومن المجتمع الدولي لإزالة هذه الألغام. وأنا أتذكر يعني ما زل يعني الأمر يهز في نفسي سقوط العميد طاهر حميد وهو يتحدث مرارا وتكرارا بنقص الإمكانات، لم تستطع الحكومة أن تمدهم بإمكانات كان يمكن أن تتفادى مثل هذه الكارثة. صحيح، أنا أضم صوتي إلى صوتها أنه الدولة يعني أو الشرعية أو الحكومة هي من يجب عليها أن تقوم بهذا الدور، بالإضافة إلى المنظمات المحلية والدولية التي تقوم، خاصة المنظمات المحلية التي كل يوم في منظمة مثلا تفتح وتناقش قضايا مثلا صناعة الديمقراطية وصناعة السلام، وهذا شيء مهم أكيد، لكن لا نرى منظمات على أرض الوطن تقوم بمناشدة أو بمحاولة إنه تجميع الجهود ولفت الأنظار إلى مأساة حقيقية تهدد الحاضر وتهدد المستقبل اليمني. الحكومة اليمنية لا شك أنها عليها الجهد الأكبر، بما أنه الحكومة لا تعمل شيئا الآن بحكم أنها مخطوفة القرار إذا صح التعبير، فيجب علينا نحن اليمنيين أن لا نعول كثيرا على المجتمع الدولي في هذا الأمور، ويجب أن نبدأ فعلا في أن نوعي في هذا الموضوع، وأيضا على السياسيين الذين يتحاورون أو يحاولوا أن يخرجوا بمبادرات سلام أو مبادرات من أي شكل آخر أن يضعوا هذا الملف على أولويات النقاط التي يتم التحاور عليها، ويتم الضغط يعني بأنه هذا الموضوع ليس قابل للتأجيل على الإطلاق. كل يوم تأتي التقارير الإعلامية بصور موثقة عن ضحايا جدد أغلبهم من الأطفال، لأن هذه الألغام للأسف ليست مزروعة في مناطق الصراع فقط، يعني صحيح. مثلا العشر الدول الأولى حسب التقارير الدولية اللي تتكلم عن
وجود ألغام فيها بمئات الآلاف تتكلم عن حدود هذه الدول، بينما في اليمن لا توجد هذه الألغام في الحدود ولكن توجد داخل القرى وداخل الطرقات. وأيضا التقارير التي وصلت ومصورة وموثقة لدينا كانت بعضها داخل البيوت وعلى مداخل البيوت، عندما رجع النازحون إلى هذه إلى مناطقهم كثير منهم ذهبوا ضحايا وأغلبهم من النساء والأطفال. نعم، إذا أستاذة هنا كونك رئيسة منصة بلقيس رايتس أيضا والتي عانت بكثير من القصص خاصة قصص ضحايا الألغام، حدثينا بصورة أكبر عن ما تم تقديمه في هذه المنصة. هذه المنصة هي من المفترض أن تقدم أو توثق كثير من حالة من انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، ولكننا وجدنا أننا في مشاهد يومية تأتي من الميدان لأطفال ونساء مبتوري الأيدي والأرجل، هم كانوا هم الضحايا الأكثر لهذه الألغام. غير ذلك أنه أصبح بشكل يومي، يعني أنا أعني حرفيا أنه كل يوم هناك ضحايا، كل يوم هناك عدد من الألغام تنفجر. ما يأتي لدينا ليس بالضرورة كل ما يحدث في الميدان، في الميدان يحدث ما هو أسوأ. منظمة Human Rights Watch عندما كتبت تقريرا عن الحوثيين وذكرتهم جماعة الحوثي التي تسمي نفسها أنصار الله عندما زرعت ألغام في عدن، تحدثت أيضا أنه هناك الألغام التي صنعت في الاتحاد السوفيتي سابقا، تحدثت عن الألغام التي صنعت في ألمانيا الشرقية سابقا، تحدثت عن المجر. هذه الألغام هي التي كان يمتلكها علي عبد الله صالح. فبالإضافة أنه ذيلوا هذا التقرير، يعني حين تم توقيع الاتفاقية عمليا كان يكذب بأنه لم يتم إزالة هذه الألغام، وإلا من أين أتت هذه الأعداد المهولة؟ نعم، وكان هو كعادة يستجيب فقط المساعدات العالمية والدولية لكي يأخذها، يعني الفساد السياسي بالنسبة لعلي عبد الله صالح غني عن التعريف. أنا أريد أن أذكر معلومة مهمة ذكرتها Human Rights Watch، أن هناك عدد من الألغام التي وجدت في عدن بعد انسحاب ميليشيات الحوثي منها، هناك ألغام حديثة الصنع يدوية الصنع، فهناك ما زال تصنيع أيوة. يعني لم يكتفوا فقط بالمخزون. نعم. فإذا كان هناك من ضغط سواء كان داخلي أو خارجي، فهو الضغط على ميليشيات الحوثي بالتوقف عن صناعة هذه المتفجرات. هناك ألغام ومتفجرات بأشكال متعددة، هناك أيضا رصدت بأشكال ألعاب أطفال، يعني هذه قلت لك يعني هناك ترصد وإصرار على القتل. بالضبط نعم. صحيح. إذن سأسألك أيضا عن يعني فكرة منصة بلقيس رايتس، وهي تحدث العالم بلغة إنجليزية، يعني ليس المادة التي تقدم باللغة العربية، ومدى تأثير ذلك؟ ولكن بعد أن تنضم إلينا الأستاذة إيناس زايد المستشارة القانونية للمركز الأورو متوسطي لحقوق الإنسان من عمان، مساء الخير سيدة إيناس. يتقطع قليلا، تسمعينني جيدا؟ نعم، سنحاول إعادة الاتصال بك أستاذة إيناس حتى يكون الصوت أكثر وضوحا بالنسبة لك ولنا. عودة إليك أستاذة هناء. نعم، حدثيني عن المنصة وما تقدمه باللغة الإنجليزية. منصة بلقيس رايتس مثل ما ذكرت هي منصة على السوشيال ميديا، التواصل مواقع التواصل الاجتماعي، ترصد بعض حالات الانتهاكات التي تحدث في الداخل اليمني، ولكنها منصة باللغة الإنجليزية لكي يتسنى للمنظمات إذا أرادت أن ترصد الانتهاكات. نعم، ونحن نوثقها بالصوت والصورة، هي ليست تقارير من نسج الخيال يعني، فنحن نأخذ هذه التقارير من الميدان ونقوم بترجمتها باللغة الإنجليزية ونحطها على مواقعنا، سواء كان موقع بلقيس رايتس أو حتى على صفحات التواصل الاجتماعي. يعني للأمانة استطعنا أن نجمع كثير من هذه الحالات، وباستطاعة أي منظمة أن مهما كانت حيادية أن تحصل على المادة بشكل جدا قانوني. هناك الأسماء، هناك المناطق، هناك الأعمار، هناك الصوت، هناك الصورة تثبت كل هذه الأمور، وهناك أيضا توثيق للتاريخ وللمناطق التي تثبت أنه هذه المناطق التي
فور انسحاب ميليشيات الحوثي وعودة الناس نعم يتم. وأنا أريد إذا كان هناك وقت في الحلقة أن أتحدث عن قصة داليا التي كانت على مشارف أسبوع دليلة من زواجها وماذا حدث، لأن لديها قصة اختزلت كل مآسي اليمنيين. كانت لديها قصة يعني فعلا مأساوية عندما كانت تذهب لكي تحاول أن تحضر نفسها للزفاف فانفجر فيها اللغم، فأتت ابنة عمتها لكي تنقذها فانفجر في ابنة عمتها اللغم الثاني، ولم يستطع أحد من أهلها أو من أهل القرية الدخول لأنهم وجدوا أنهم داخل حقل الغام، فظلت تنزف هناك لعدة ساعات ولم يستطع أحد يدخل لكي ينقذها. هي زحفت بأيديها لأن أرجلها كانت مبتورة، دليلة وابنة عمتها زحفوا بأيديهم حتى خرجوا من هذا الحقل وهم يعرفوا أنه ممكن ينفجر اللغم الثاني بهم، ووصلوا إلى منطقة نوعا ما آمنة، كانوا بدون ملابس، وقام والدها الذي كان يصيح ويبكي ولا يجد مساعدة بتغطيتهم بما كان يلبس، وقام بتعرية نفسه لكي يغطي ابنته دليلة وابنة عمتها. وأيضا أثناء ما كان ينقذهم لم يستطيعوا أن يقطعوا تلك المسافات لأن هناك كان اشتباكات ما بين قوات الجيش وأيضا ميليشيات الحوثي، فكان النزيف يزداد أكثر وأكثر. وصلوا إلى المستشفى على الرمق الأخير، الآن دليلة وابنة عمتها مبتورة الأرجل، خطيب دليلة فسخ خطوبته منها وهي تقول أنه ترك يعني فسخ الخطوبة أول ما شاهدها يعني مبتورة. الآن هي تطالب فقط برجل صناعية تساعدها على أنها نعم. تذهب كانت معنا في إحدى حلقات المسالة من نعم. نعم لديها قصة بطبع. فعلا مؤثرة. إذا عادت إلينا الأستاذة إيناس زايد المستشارة القانونية للمركز الأوروبي المتوسط لحقوق الإنسان. مساء الخير أستاذة إيناس. لا بحكي معك من الهاتف. نعم أستاذة إيناس تسمعيننا؟ نعم يبدو أن المشكلة ما زالت باقية للأسف شديد، كن بودنا أن تكوني معنا، سنحاول مرة أخرى. إذا برأيك أستاذة هنا، يعني أطباء بلا حدود أصدرت تقرير بعنوان الناس محاصرون بالألغام، من قبلها منظمات عديدة ربما تحدثت عن هذه الكارثة في اليمن، آلاف الضحايا، آلاف المعاقين، ويستمر مسلسل سقوطهم بينما لا أحد يوقف الميليشيا فعليا. يعني تتحدث منظمة أطباء بلا حدود أن تقريبا كما قلت يوميا تصل يعني سيارات محملة إما بجثث هامدة وإما بأطراف مبتورة. برأيك كيف يمكن يعني بعد كل هذه التقارير أن يتم إحداث حراك على الأقل ضد هذه الميليشيا التي تقوم بهذا العمل الإجرامي؟ نعم، هناك أولا مثل ما تحدثت أنه التعويل على الداخل أكثر من الخارج، لأن الخارج يوظف سياسيا كل الجرائم التي تحدث. أيضا الداخل في بعض الأحيان يحاول الاستفادة من هذه المواضيع. أقول أولا أناشد المنظمات اليمنية العاملة في الخارج والتي تدعي أنها تعمل من أجل تخفيف جرائم قصف قوات التحالف، صحيح هذا شيء مهم وهذا، لكن هذه الهجمات التي تقتل عشرات المواطنين وهذه جرائم الحرب الكبيرة، أيضا يوازيها هناك جرائم حرب أكبر من قبل ميليشيات الحوثي عبر زراعة هذه الألغام. فتسليط الضوء على هذا الجريمة على هذا شيء مهم جدا، فيجب على المنظمات أولا تسليط الضوء عليها. الجانب الإعلامي مهم سواء كان الإعلام الداخلي أو الإعلام الخارجي، هذا مهم جدا. على الداخل أنا أريد أن أعطي بعض النصائح للإخوان في الداخل اليمني. أتمنى من الإخوة داخل اليمن إذا عرفوا عن ضحية في منطقة ما أن يتم تحذير أو كتابة علامة أنها هذه منطقة ألغام نرجو عدم الدخول، يعني هذه علامة صغيرة ومجهود جدا صغير ولكنه يمنع حدوث كثير من المآسي. فأتمنى أيضا من الناس في اليمن أن يهتموا بهذه الأمور. ثانيا أنه
هناك وسائل بدائية يعني كانوا يستخدموها في الماضي تنفع مع الألغام الفردية وليست ألغام المضادة للمدرعات، وهي إدخال كثير من المواشي الأبقار والحمير وهذه الأمور إلى هذه المناطق. يعني أنا أعرف أنها التكلفة سيئة ولكنها أهون قليلا من التكلفة البشرية، قد تنجح وقد لا تنجح، مش بالضرورة يعني، ولكن أنا أقول أن إحنا نحاول. المناطق التي أيضا المناطق التي ينسحب منها الحوثيين يتم معرفة تماما أنها غير آهلة للعودة سريعا بالضبط. يعني صحيح صحيح، هذا يجب أن يعرفوا تماما أي منطقة ينسحب منها الميليشيا يعني. نعم إنه هناك، فبالتالي إذا الحكاية إنه إحنا نكتب هذه العلامات شيء مهم جدا ولا تكلفنا شيء، وفي نفس الوقت تحمي كثير من المدنيين الأبرياء. ثانيا إذا كان هناك ما بين القرى، يعني أتمنى أن يصل هذا الكلام للناس، إذا كان هناك ممر آمن استطاعوا الناس يعرفوه بطريقة ما يصبح هو الطريق المعترف به، وأيضا يكتبوا عليه أن هذا هو الطريق الآمن ويعملوا إشارات وينبهوا بعض. يعني اللي بيحصل أنه الناس لا تنبه بعضها وبالتالي يحصل هذا الأمور. نعم، خاصة في مسألة الرعي للأسف الشديد أو البحث عن الحطب، يعني القصة الأخيرة للسيدة التي فقدت قدمها أيضا وجزء من عينها ذهبت لتجمع الحطب، فبالتالي يختاروا أماكن ربما يظنون لم يصل أحد إليها، سأجد الحطب بصورة أفضل ويفاجأوا بكمية هائلة من الألغام. صحيح. دعينا أن نستضيف معنا الأستاذ زايد المليكي وهو راصد حقوق ياسر المليكي وهو راصد حقوقي من مدينة تعز. مساء الخير أستاذ ياسر. مساء النور، أهلا بك وبالسادة المشاهدين وبضيوفك الكرام. أهلا بك. إذن أستاذ ياسر، كيف تعلق على يعني العدد المهول لهذه الألغام؟ قبل أسبوعين ربما فقدنا العميد طاهر وهو أحد المهتمين والفرق، يعني مهندس من ضمن الفرق الهندسية التي كانت تعنى بالألغام، وقبل يومين تقريبا تم فقدان 5 من خبراء أجانب في هذا المجال. ناهيك عن المواطنين العاديين والوسطاء الذين يصابوا تقريبا بصورة يومية بالألغام. بداية دعيني أقول أن مسألة زراعة الألغام في اليمن بدأت منذ وقت مبكر إبان هذا الصراع، وتحديدا من المناطق التي شهدت اجتياح الحوثيين لها، سواء في دماج أو مناطق محافظة عمران، وحتى وصلوا إلى العاصمة صنعاء مرورا إلى مدينة عدن أو محافظة تعز أيضا. نعم. هذه الجرائم التي تتعلق بزراعة الألغام، وتحديدا أقول أن زراعة الألغام هي جريمة لصيقة أو خاصة بجماعة الحوثي وقوى صالح سابقا، جماعة الحوثي تاليا، إضافة إلى قوات أو تنظيمات متطرفة في المحافظات الجنوبية وخصوصا في محافظة أبيان وشبوة وحضرموت. والحديث عن جرائم الألغام هي حديث قاس ومؤلم، خصوصا إذا ما ارتأينا أو نظرنا إلى حجم هؤلاء الضحايا الذين سقطوا وحجم الخسائر وما ترتبه أو تنتج عنه هذه الألغام من آثار مدمرة، سواء على المستوى القريب أو المستقبل. ما تنتجه هذه الجريمة أو ما ينتج عنها، إضافة إلى مقتل عدد من الضحايا سواء المدنيين أو حتى العسكريين، فهو هذه الجريمة يترتب عليها تدمير المستقبل وعدم عودة النازحين، تعيق التنمية، إضافة إلى عديد من الأمور التي لا يمكن البناء عليها أو العمل في هذه المناطق التي تشهد أو شهدت زراعة الألغام. لا. إذا ما تحدثنا عن الألغام فنحن نتحدث عن قسمين من الألغام أو نوعين. النوع الأول وهو الألغام المضادة للأفراد، وهذه مجرمة بكافة المواثيق، لا يمكن لأي كان أن يستخدمها سواء ضد المدنيين أو ضد الخصوم العسكريين. هذه مجرمة وفقا لاتفاقية أوتاوا 1997 صادقت عليها اليمن تحديدا في العام 1998، إضافة إلى النوع الآخر وهو الألغام المضاد للمدرعات أو المركبات.
هذا النوع من الألغام لا يمكن أن يستخدم وسط مناطق أو أحياء سكنية أو في الطرقات أو غيرها أو غيرها من المناطق التي المأهولة بالسكان، وخصوصا إذا ما زرعت هذه الألغام بطريقة عشوائية وبدون خرائط، فإن استخدامها في هذه الحالة يعتبر مجرما أيضا، حتى ولو استخدمت بقصد إعاقة تقدم الخصوم العسكريين أو غيره من أو ما شابه من في المجالات العسكرية الأخرى. لكن نحن بصدد ما تزرعه جماعة الحوثي من ألغام وخصوصا المضادة للأفراد، خلال 4 سنوات سقط العديد من الضحايا، وخصوصا هنا في محافظة تعز المئات من الضحايا المدنيين سقطوا بسبب هذه الألغام. تركز زراعتها في المناطق المأهولة للسكان أو في مناطق الرعي أو أماكن الاحتطاب أو الوديان أو المناطق الزراعية أو حتى وسط الأحياء السكانية، وحتى داخل المنازل أو الشقق السكنية التي نزح منها أهلها. هذه الجريمة. إذا فرق نزع الألغام في تعز أستاذ ياسر، ونحن نعلم أن هناك العديد من هذه الألغام التي تم زراعتها خاصة في الأماكن التي تنسحب منها الميليشيا من قرى وأماكن زراعة لا فرق لدى الميليشيا، هل هناك فرق قادرة على تطهير وتمشيط هذه المناطق معدة الإعداد اللازم؟ بقدر ضخامة هذه الجريمة وبشاعتها، فإن ما يقابلها أو الممكنات التي نستطيع أن نقول عنها ستؤدي إلى نزع هذه الألغام ضعيفة وضئيلة جدا، سواء هنا في محافظة تعز أو باعتقادي في عموم المحافظات اليمنية التي تشهد أو شهدت زراعة هذه الألغام. في محافظة تعز مثلا هناك شعبة هندسية تتبع الجانب العسكري، لكن هذه الشعبة باعتقادي أنها لا تكفي لنزع هذه الألغام، وليس لها من الإمكانيات ما يمكنها أن تقوم بمسح كل المناطق التي شهدت اشتباكات مسلحة أو يعتقد أنها زرعت بالألغام، إضافة إلى قلة أفرادها وبالإضافة إلى أن موضوع التدريب والخبرات الفنية والممكنات أو من هذا القبيل ليست متوفرة لدى هذه الفرق الهندسية. أضف إلى أنه في العام الماضي 2018 أعلنت دول التحالف العربي وتحديدا السعودية عن برنامج مسام للنزع الألغام. هذا البرنامج لديه من الإمكانيات، لكنه حتى هذه اللحظة ركز على مناطق في الساحل الغربي من تعز، لم يتواجد حتى هذه اللحظة في مناطق وسط مدينة تعز أو الأحياء الشرقية من مديرية تعز وغيرها من المديريات كمديريات المتراك وجبل حبشي وغيرها من المناطق التي شهدت اشتباكات مسلحة وتشهد حتى اللحظة زراعة الألغام أو يسقط بسببها ضحايا مدنيين أو عسكريين. دعيني أقول أنه بالنسبة للألغام المضادة للأفراد فهي بقدر ما جرمت بالقانون الدولي الإنساني وصادقت على اتفاقية أوتاوا على اليمن وغيرها من الدول، فإن ضحاياها سواء كانوا مدنيين أو عسكريين يعتبرون ضحايا لمثل هذه الجريمة، باعتبار أن القصد أو الفعل المجرم هو في هذه الأداء أو هذه الألغام تحديدا، ولا تفرق بين أن يكون الضحايا مدنيين أو عسكريين. أضف إلى أنه الألغام المضادة للمركبات كما ذكرت سابقا أنها زرعت بطريقة عشوائية في مناطق مأهولة بالسكان وسط مدينة تعز تحديدا، وأنا أقول هنا في مناطق كانت تشهد اشتباكات مسلحة لكنها مأهولة بالسكان ويتوقع أن يعود إليها النازحون أو سكانها،
لكن مع ذلك عمدت ميليشيات الحوثي أو جماعة الحوثي إلى زراعتها غير عابها بكل الاتفاقيات بكل الأعراف بكل مواثيق وأخلاق الحرب أو مبادئ وأخلاق النزاعات المسلحة. نعم، إذن شكرا جزيلا لك ياسر المليكي الراصد الحقوقي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. أعود إليك أستاذة. إذن يعني فعلا هذه الفرق كما تحدثنا هي بحاجة لتأهيل أكبر لدعم لاحتياجات متعددة حتى يتم نزع هذه الألغام. يعني ربما هناك من يتساءل لو انتهت هذه الحرب، ربما أنت بداية الحلقة تحدثت عن مأساة قد تصل إلى 50 عام طالما أن هذه الألغام ليست بخرائط، ما الذي يمكن عمله بهذا الصدد برأيك؟ لا شيء غير الضغط باتجاه رفع هذا المطلب إلى أولويات مباحثات سلام قادمة، لا شيء أكثر من أن ما يسمى أو الحكومة التي تتدخل في السياسة كثيرا إذا تتدخل في إنقاذ المواطنين عبر هذه الأولوية. اثنين، هناك نموذج ربما نشره في بقية المناطق في اليمن، نموذج مأرب عندما اشتروا كاسحة الألغام، هم قاموا بتجهيزها أيضا وإضافة بعض القطع عليها، هذه أفادتهم كثيرا. هذه الكاسحة قامت بتمشيط مناطق واسعة في مأرب وفعلا كان لها دور كبير. هناك كثير من الأشياء التي ممكن أن نعملها، لكنها تحتاج إلى إرادة سياسية أيضا إلى إرادة شعبية، وأنا أشدد على الإرادة الشعبية وأشدد على أن أقول لإخوان اليمنيين أن المجتمع الدولي لا يكترث كثيرا لهذه المشكلة، وهي برأيي يعني وأعتقد أن الأمر جلي وواضح أنها من أكبر مشاكل اليمن سواء حاضرا أو مستقبلا. يعني هذه الألغام ستحرم اليمنيين أطرافهم، هذه الألغام ستحرم اليمنيين أرضهم، هذه الألغام ستحرمنا من المستقبل. حتى لو تم صناعة السلام أو إقرار السلام مستقبلا، هناك ملايين الألغام التي تفخخ هذه المبادرات، ومع كل لغم ينفجر سوف تنفجر هذه المبادرات، وسوف نكون أمام حروب قادمة. أيضا هذه الألغام ستذكرنا بجراحات ولن تترك لنا فرصة لصناعة المستقبل. نعم، إذن كنت تتحدث أستاذة هنا بنقاط مهمة، وهي مسألة التوعية المحلية لهؤلاء الناس البسطاء الذين يفرحون للعودة لمنازلهم. يعني أنا أتذكر أيضا حتى قصة أحد الأشخاص الذي تم زراعة لغم في غرفة نومه، ليس فقط صحيح. في بيته، يعني هناك ترصد حقيقي للقتل، هناك إرادة لأن يموت هؤلاء الناس حين يعودون إلى منازلهم. أنت يعني لا تواجه محارب، أنت تواجه المدني بكل حقد دفين، لا نعلم يعني إلى أي مدى أو ما هو سبب هذا الحقد. برأيك يعني هل للإعلام دور، أنت تحدثي ربما عن توعية محلية، ما هو دور الإعلام في هذا الجانب، دور النشطاء الحقوقيين، دور يعني من بيده أي سواء في إرسال صوت هؤلاء المتضررين أو توعيتهم؟ الإرادة هي أول شيء، لأنه التقارير الدولية متوفرة وبكثرة، وأيضا ليس فيها تمييع للمتسبب، هم يذكروا تماما ميليشيات الحوثي التي تدعو نفسها بأنصار الله، وتقارير ليست من جهات عادية، هي مثل تقارير هيومن رايتس ووتش، مثل تقارير مجلة الفورين بوليسي، مثل منظمة الانترناشنال كامبين فور لاند ماينز. يعني هناك تقارير كثيرة، هي تحتاج من يوظف هذه التقارير. أيضا حتى وكالة الأنباء رويترز، وكالة أنباء فرانس بريس تكلمت عن 500 ألف لغمة. أي نعم أن هذا الرقم قليل جدا ويفتقد إلى كثير من المصداقية، لكنها على الأقل سلطت الضوء. أنا أقول أن كل وكالات الأنباء الكبيرة التي تحظى بمصداقية تحدثت وأوردت أرقام. أيضا إلى المنظمات الدولية الكبيرة التي تعنى بالتوعية أيضا ذكرت هذه. يحتاج منا من الحكومة ومن المنظمات ومن الإعلام اليمني
أن يلتقط هذه التقارير ويسلط الضوء عليها وأن يضعها في مقدمة مطالبهم، وأيضا مطالبة توفير كل الأدوات التي تمكن اليمنيين من العودة إلى أراضيهم وإلى بيتهم. يعني منها على سبيل المثال مثل ما ذكرت يعني كاسحة ألغام هي شيء، هي بقيمة صاروخين من صواريخ الحوثي وصاروخ واحد من صواريخ السعودية، يعني فلا تكلف شيئا مقابل الهدم والدمار الذي يأتي من الداخل والخارج. نعم، إذا شكرا جزيلا لك أستاذة هناء صالح رئيسة منصة بلقيس رايت، كنت معنا هنا في الاستوديو. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، وأطلب منكم قراءة الفاتحة لروح العميد طاهر الذي ذهب ضحية هذه الألغام، وأيضا لكل ضحايا هذه الألغام، وأسأل الله الشفاء والانتباه أيضا لمن هم من أصيبوا وأصبحوا مبتوري الأطراف بسببها. شكرا مرة أخرى.